بسم الله نبدأ ومعكم مشاهدينا بدأ برنامج صوت الشعب من الآن ولغاية الساعة الثانية ظهرا بإذن الله معكم عبر قناة ايون تي في الأردنية الأولى دائما معكم دائما بكم ودائما لكم بإذن الله تعالى. نتمنى وفضلا وليس أمرا مشاركتكم من خلال الأرقام الواتساب الموجودة على شاشة ايون تي في دائما لكافة قضاياكم ومتابعاتكم وأيضا متابعتنا من خلال الانستغرام وفيسبوك وأيضا صفحتنا على اليوتيوب. الكثير من القضايا والمواضيع من صوت الشعب لهذا المساء، وأولى قضايانا نتحدث عن انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2022. راح يكون ضيفنا في الاستوديو الضيف عمر العزام مدير الإعلام والاتصال في وزارة الشباب والناطق الإعلامي باسم وزارة الشباب. وأيضا قضايانا نتحدث عن طلبة الثانوية العامة يتقدمون امتحانات اللغة الإنجليزية يوم أمس، وهناك كان بعض الملاحظات على امتحان الإنجليزي لطلبة الثانوية العامة. راح يكون ضيفنا الدكتور أحمد جميل مساح في الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، وأخيرا التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سبل دعم الشباب في المحافظات. راح يكون ضيفنا أيضا عبد الرحيم الزواهر مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد من برنامج صوت الشعب، ونبدأ أولى متابعاتنا معكم لهذا المساء ونتحدث عن انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2022 في كافة محافظات المملكة. سنتحدث أكثر وإياكم مع الزميل والصديق عمر العزام مدير الإعلام والاتصال في وزارة الشباب والناطق الرسمي باسم وزارة الشباب. أخونا عمر يسعد مساك. يسعد مساك ويسعد مساء السادة المشاهدين جميعا وبالأخص الشباب الأردني من أقصى إلى أقصى. دائما أخونا عمر وأنت الشباب سيدي العزيز نتحدث عن معسكرات الحسين للعمل والبناء في كل عام تنطلق، وكما نعلم بعام 2020-21 كان هناك جائحة كورونا وبجوز قيدت بعض الفعاليات لمعسكرات حسين للعمل والبناء. نتحدث عن هذا العام سيدي، ومتى بدأت هذه المعسكرات؟ يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أول على آخر على كل ما جرى معنا، وجائحة كورونا يعني لما قيدت بعض أشكال العمل بالعشرين الحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نلاقي المنفذ، وهذا المنفذ اكتشفنا انه منفذ مهم جدا، يعني لرب ضارة نافعة. تحولت برامجنا بهذيك السنة اوتوماتيكيا، الشباب وين عالمهم؟ عالمهم هو السوشيال ميديا. فاحنا حملنا حالنا بوزارة الشباب ورحنا عند الشباب على السوشيال ميديا، وجدنا انه هذا العالم زاخر بالإمكانيات، فاستغلينا هاي الإمكانيات ووظفناها للشباب، وقيمت معسكرات الشباب في هذاك العام بالعشرين كلها أونلاين. بالـ21 وقيمت نص وجاهي ونص أونلاين، السنة هاي بالكامل وجاهي لكن أيضا حافظنا على الأونلاين. يعني اليوم ما سمعت عن الأونلاين أيضا حتى لو كانت المعسكرات، ولن نتخلى عنه. بقول لك عالم زاخر. معسكرات حسين طبعا تعتبر وين اسمها معسكرات حسين للعمل والبناء، هي تجربة وطنية استمرت وستستمر من أكثر من 50 عام من عمر الدولة الأردنية، يعني أكثر من نصف المئوية كان فيها إشي اسمه معسكر الحسين، وهذا شيء يعني إحنا بالوزارة الشباب نفخر إنه إحنا رعاته كمظلة رسمية للعمل الشبابي في المملكة الأردنية الهاشمية، ونقوم بتنظيم هذه المعسكرات سنويا دون انقطاع، وسنستمر بتنظيمها وتطويرها حسب متطلبات العاصمة والتطور اللي عم بيصير بالتكنولوجيا وغير التكنولوجيا في الحياة. نعم أستاذ عمر، اليوم نتحدث عن محافظات المملكة الأردنية ومعسكرات حسين العمل والبناء في كافة المحافظات. اليوم نتحدث عن التوازن ما بين هذه المعسكرات في كافة المحافظات. سيدي احنا مش بس اليوم بنتحدث، احنا بالأمس ومن أكثر من 50 سنة بنتحدث عن المحافظات. المتتبع لتوزيع المراكز، التوزيع الجغرافي للمراكز الشباب ومراكز الشابات، بلاحظ انه اقل محافظة فيها مراكز شباب وشابات هي العاصمة عمان. ما هو السبب؟ السبب انه عمان موجود فيها الإمكانيات الأخرى المتاحة للشباب بشكل مش متاح للمتنزهات وحدائق وملاعب. نعم يعني أكبر محافظتين فيهم مراكز شباب، بنحكي عن الكرك وعن المفرق، كل واحدة فيهم أكثر من 30 مركز شباب وشابات، إربد ما يقارب 30 وما إلى ذلك. عمان والزرقاء زي ما قلت لك هم أقل نسبة فيهم مراكز شباب وشابات، ويقوموا بعمل ويعني وجهد كبير جدا. واحنا بصدد افتتاح يعني مراكز زيادة ان شاء الله، لانه الزيادة السكانية اللي صارت واعداد الشباب اللي بتتطلب هذا المجهود، الوزارة لا تألو جهدا في ان توفر كل مجهوداتها وامكانياتها لخدمة الشباب الاردني. بالاضافة لشيء مهم جدا، دعم ورفض امكانيات وزارة الشباب الا هي المكارم الملكية السامية في انشاء
مراكز شباب وشابات نموذجية، ملاعب خماسيات كرة القدم للشباب مرفقة بالمراكز الشباب والشابات النموذجية، شيء من أبدع ما يكون الحمد لله. أستاذ عمر، نتحدث عن الأعمار والفئات العمرية المستهدفة لمعسكرات حسين العمل والبناء. لما نتحدث اليوم عن الشباب أكيد هناك في بعض، نتحدث عن إمكانيات، عن القدرات. اليوم كيف ممكن أن يتم مراعاة هذه القدرات؟ يا سيدي، أولا الإطار الزمني إحنا للمعسكرات قبل ما نحكي عن الفئات العمرية، إحنا معسكراتنا، وهذا رح يعني يعطيك دليل هيك حسي على مسألة إنه في فرق بالفئات المستهدفة من الناحية العمرية. معسكراتنا بدأت من 23/6 لطلبة الجامعات، لكن لطلبة المدارس بدأت يوم السبت، السبت الماضي، السبت اللي أول مبارح. الفئات العمرية، إحنا العمل الشبابي، لما تحكي عمل الشبابي في العالم هو من 12 سنة ل 30 سنة، فإحنا الفئات اللي موجودة عندنا من 12 ل 14 سنة، هذول معسكراتهم لحال وبرامجهم لحال، مختلفين عن اللي من 15 ل 17 سنة، مختلفين عن اللي من 18 ل 24 سنة، وبيجي بالأخير عندك الفئة الكبرى اللي هي من 25 ل 30 سنة. أستاذ عمر، يعني تحدثت عن برامج الشباب للجامعات، طلبة الجامعات وطلبة المدارس. هل البرامج المعسكرات، البرامج هل هي مختلفة ما بين المدارس والجامعات كبرامج؟ لا 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 لا، هل نفس البرنامج يعطى للجامعات والمدارس؟ لا، هو يعطى إذا كان يحمل نفس المسمى، لكنه لن يحمل نفس المضمون أو نفس مستوى المضمون. في ناس يعني الفئات العمرية الأقل بدك تعطيهم زي ما نيجي بالجامعة تقول مدخل لعلم المادة كذا، اللي أكبر بالعمر بده يكون إشي متعمق أكثر. معسكراتنا نهارية، في عنا معسكرات نوعين اللي هم نهارية ومبيت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا إحنا ما بنعتبره من الوجاهي، فعشان يقول لك. طب ممكن نحكي عنهم شوي الفروقات ما بين معسكرات معسكرات المغامرة والتحدي للذكور مثلا، عرفت كيف؟ فالفئة العمرية من 12 ل 14 سنة أو من 15 ل 17 سنة مش رح يكون زي المغامرات التحدي من 25 ل 30 سنة، عرفت كيف؟ رح يكون المستوى المغامرة ومستوى التحدي بما يتناسب مع قدراته الجسدية. نعم، في عندك للإناث عندنا معسكر عيون الأردن، هذا معسكر مستمر وناجح جدا وكثير الصبايا بحبوه، هو مع الشرطة النسائية بكونوا بتولوا موضوعه يعني بالتعامل معهم بالأكثر. عندنا معسكرات الكشافي والمرشدات ذكور وإناث، وهدول لهم برنامج خاص من خلال العمل الكشفي. عندك معسكرات الذكاء الاصطناعي وبناء الروبوت، برضو هذا ذكور وإناث، أغلبه هذا جامعات وما فوق، مع أنه في يعني بالأعمار من الأقل من جامعات، في ناس، في شباب أردنيين نوابغ وجابوا جوائز عالمية بهذا المجال. معسكرات منهاج الابتكار الاجتماعي ذكور وإناث، عندهم فكر. إذا بتلاحظ أو الملاحظ أو المتابع لشغل وزارة الشباب خلال الشهور الماضية من بداية العام، كانوا كل أسبوع يقرأوا أنه في وفد شبابي رافقوا وزير الشباب أو رافقوا أمين عام وزارة الشباب، أنه زاروا وزارة السياحة، زاروا وزارة التربية، زاروا وزارة الشؤون السياسية، يقعدوا مع الوزير ومع الأمين العام ويعرضوا عليهم أفكارهم اللي حطوها. طبعا إحنا ما كنا نروح إلا بعد ما يكونوا قاعدين عنا عاملين جلسات عصف ذهني وحاطين برنامج ونتائج وتوصيات. نعم، وتوصيات. بعض الوزارات فعلا انبهرت وأخذت بتوصيات شباب. إذا بتحب أكمل على المعسكرات، عندنا معسكرات تصميم الألعاب الإلكترونية أيضا ذكور وإناث، معسكرات مسارات الأردن التطوعية، هذا معسكر قصة نجاح وقصة فخر أردنية من أبدع ما يكون. يعني أنا بذكر قبل كورونا كان باسم هذا المعسكر، كان يعني مسارات الأردن، عملنا مثلا يطلعوا الشباب جولة على الأقدام راجلين من إربد لجرش لعجلون بطريقهم، يخيموا بالليل ومعهم طبعا مشرفين ومعهم مسؤولين، يخيموا يطبخوا، يعرف يطبخ، أي منطقة بالأحراش بالغابات بدها تنظيف ينظفوها، بيت واحد محتاج مساعدة في أنه يندهن طبعا يدهنوا. احنا نكون مجهزين، يدهنوا أرصفة في قرية ما بدها إدهان أطاريف يدهنوها، معسكر جميل جدا. هذا المعسكر هذا موجود منه هذا العام؟ موجود، موجود طبعا موجود. مثلا تحكي عن البترا، رم العقبة، فهي هذا من أهم المعسكرات اللي روج للأردن سياحيا، وأنا يحق لي أن أفخر بوزارتي أنه بعد ما هدول الشباب بلشوا ينشروا الصور، طبعا احنا جبنا مصورين، انا كمديرية اعلام بوزارة الشباب
ما عندي هذا الكم، عندي 2 مصورين ما بقدر كنت أغطي المملكة كلها. نعم صحيح. بتذكر بهذاك العام أعلننا عن أنه دعوة لكل اللي حابين يصوروا يشاركوا بالمعسكرات مجانا، وأنه في جوائز للي الصور الأجمل. فبالأخير طلعت كل صور جميلة، عملنا معرض لصور الشباب اللي شاركوا، طبعا اللي معهم كاميرات رسمية محترفة مش موبايل بس، ونشرنا. إذا أنت لما بتدخل على وزارة الشباب وأنت طالع الدرج شفت هاي الصور اللي محطوطة، هذا كله معرض كامل الصور. نعم صحيح. معرض صور من أبدأ ما يكون. طيب سيد عمر، اليوم كما نعلم التوجهات الملكية وجلالة الملك اليوم والأحزاب السياسية، وأكيد العمل الحزبي اليوم هو أصبح مهم. دوركم اليوم كوزارة الشباب ومن خلال هذه المعسكرات تعزيز هذه الثقافة ومفهوم اليوم الأحزاب السياسية لدى الشباب الأردني في كافة المراحل، ونتحدث اليوم عن المعسكرات وكيف نستغل هذه المعسكرات. يعني احنا موجود عندنا برنامج اللي هو العمل ما بدي أقول الحزبي، احنا عندنا برنامج قائم لا يعني مش مقتصر على المعسكرات، برنامج مستمر على مدار العام للعمل الحزبي أو العمل السياسي، موجود في عدد لا يستهان به من الشباب اللي واعيين وفهمانين وصار لهم فترة وعم بتزايدوا، فاهمين شو يعني حزب، شو يعني نواب، بيشاركوا ومؤثرين في مجتمعاتهم المحلية في الحث أقرانهم من الشباب وأهاليهم ومجتمعهم المحلي على المشاركة في الانتخابات. نعم. مثلا بيعرف كيف يقرأ المرشح، بيعرف كيف يقرأ الخطاب اللي المرشح بكون عامله، البيان الترشيحي، بيعرف كيف يناقش المرشح. شباب مثل الورد، بس كان ناقصه انه التوجيه، وانه يعرف انه 1+1 شو يساوي سياسيا. هذول الشباب انطلقوا ومستمرين وبرامجهم مستمرة ولن تتوقف، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الانتخابات، مع وزارة الشؤون السياسية. طبعا احنا عندنا شراكات مع كل الوزارات الأردنية ومع أغلب الهيئات الرسمية ومع منظمات محلية ودولية بكل البرامجنا، مش بس بالبرنامج السياسي. طيب عمر، اليوم نتحدث عن التسجيل في برامج معسكرات الحسين للعمل والبناء، آلية التسجيل وعدد الطلاب، و نشوف بعض المراكز مثلا ما فيش فيها مجال انه يدخل واحد زياده، لكن اليوم اكيد وزاره الشباب اسمع اليوم كانوا يشكوا لي الشباب اللي عندي اللي بردوا على المسجات انه معسكرات المبيت سكر. احنا التسجيل لكل اسبوع باسبوع. نعم. يعني المعسكر بقعد اسبوع للي بعده بعد بسجل يعني هو اسبوع، انت تسجل اسبوع. هلا المشكله انه معسكرات المبيت سكرت لنهايه المعسكرات قد ما في لنهاية الموسم اللي هو لواحد تسعة يعني لنهاية المعسكرات. الزخم الإقبال الشبابي على وصلوا الإقبال على المعسكرات، الإقبال من أجمل ما يكون، مرعب لما بتقول بقول لك معسكرات ما بيتسكرت خلاص. يعني اللي أنا بقول للشباب الأردني والشابات الأردنيات اللي حاب يسجل يدور على المعسكر، يلحق حاله بمعسكر نهاري. شو بفرق المعسكر النهاري عن النهاري؟ يعني نفس الفعاليات، نفس الأنشطة، نفس يعني مضغوطة، بتكون مضغوطة. المبيت بكون في فعاليات أكثر لأنه في حفلة سمر، في يعني بكون الرعاية والتوجيه مستمر 24 ساعة، متى ينام، متى يصحى، لما يصحى شو يعمل كذا. أما لا، إحنا المعسكر النهاري بيجي مثلا من الساعة 10 للساعة 4 وبروح. يعني شيء جميل لوزارة الشباب. أيضا تحدثنا من وقت قليل عن المسابقة وتحدثنا عن جائزة لوزارة الشباب للملعب الخماسي. سمعت انه عندك مفاجأة. انت يعني انا بنكش يبدو عمر عزام يبدو عنده تصريح راح يكون من خلال قناتي وانت سيدي. احنا بدنا نعلن. طيب انا بيسعدني جدا اعلن، احنا لسه حتى بصفحاتنا ما اعلنا. نعم. يعني اليوم انا بعد ما اطلع من هون راح ننشر فيديو عشان نخبر الشباب الاردني. يا ريت ايمن يكون موجود. احنا يا شبابنا بعد النجاح الباهر اللي تم ببطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم، قررنا في وزارة الشباب إنه نرجع نعمل بطولة خماسية تانية، واحدة ثانية. نعم. يعني ما صار لها سنة، هي أقل من سنة، أقل من سنة، لكن ما هو الناس عم تبعت لك مسجات متى رح تعيدوها. الشباب الأردني متعطش للأداء الرياضي، وكانت البطولة الأولى تجربة ناجحة جدا في اكتشاف المواهب، عدا عن أنه كان في جوائز نقدية للفرق الفائزة لكل محافظة،
عدا عن أنه كان في جوائز مادية أيضا وجوائز مغرية مجزية للشباب للي جابوا الأول والثاني والثالث والرابع على المملكة. هاي الجوائز رح تكون موجودة بالتأكيد ورح نعلن عنها في حينها، لكن بدي أبشر الشباب الأردني عن إطلاق رابط التسجيل، إطلاق رابط التسجيل لبطولة خماسيات كرة القدم للشباب ضمن مهرجان صيف الأردن 2022 بكرة عبر منصات التواصل بكرة الاجتماعي. يعني بكرة يعني احنا اول ناس لسه بنعلن الخبر، لسه انا لسه بقول لك بصفحتنا ما نشرنا الفيديو اللي بدنا ننشره للإعلان عن المسابقة الجديدة. فهينا يعني اليوم انتم بتحققوا بصراحة رغبات الشباب الأردني 100%، هذا واجبنا. بنشوف اليوم جدية في العمل في خصوص الشباب، لكن سيد اليوم ما بعد الثلاثين عام، يعني اليوم يعني زيك انا لسه ما زيك بنحب نشارك في بعض البرامج، في بعض الفعاليات اللي ممكن تكون في وزارة الشباب، لكن احيانا بحكمك بعض الاعمار نتحدث وبعض الفئات. اذا بتلاحظ ببطولة الشباب الرمضانية خماسيات كرة القدم اللي برمضان كان العمر لل 35، كان العمر لل 35. الآن أنا أعتقد ما يعني بكفي إني أعلنت عندك اللي أعلنته. في إعلان ثاني. في يعني الأمور الأخرى سيتم الإعلان عنها. اترك لنا إشي لصفحاتنا. طيب يا رجل مبصير شكرت لك كل إشي مرة واحدة. يعني رسالتك للشباب الأردني، رسالتك لكافة الزملاء في وزارة الشباب، دائما بصراحة داعم للشباب الأردني، وازم نشوف الجهود الجبارة اللي تبذلوها لإخراج ما داخل الشباب الأردني. وأنا داخل أول ما وصلت القناة أنت شو قلت لي؟ الزميل المبتسم أضحك الله سنك. نعم. أنا مبتسم جاي لأنه إحنا هذا الحال ستجده أو هاي البسمة ستجدها على وجوه ومباسم كل زملائي في وزارة الشباب. إحنا لما بنكون شاعرين قديش إحنا عم نفيد الشباب الأردني وقديش الشباب الأردني مقبل على برامجنا، إحنا بنكون مبسوطين. نعم. نتعب؟ نتعب. احيانا بعض الاماكن الزملاء والزميلات ما بيناموا، لكن مبسوطين بشغلنا، مبسوطين بانجازنا، مبسوطين بانه احنا عم نشوف الفيدباك مباشره اللي بنقدمه للشباب. مره ثانيه ومره ثالثه ومره عاشره، سواء كنت طالع معك او طلعت باذاعات اخرى او تلفزيونات اخرى، بدعو كل الشباب الاردني فوت على اللي ما بيعرف إشي عن وزاره الشباب. أنا استغربت قبل فترة شفت أحد اللقاءات شاب بقول لك أنا ما بعرف شو مين وزير الشباب ولا شو بتعمل وزارة الشباب، بس أنا بدي أسأله سؤال، هل غلبت حالك أنت وأنت قاعد بالبيت وأنت قاعد على القهوة وأنت قاعد بالشارع بتليفونك بإيدك؟ غلب حالك بس أدخل أكتب وزارة الشباب الأردنية على الفيسبوك، اعمل لايك وشوف شو بتعمل وزارة الشباب. شو بيجي لما نطلب؟ نعم برنامج، لما نطلب لدورة، لما نطلب لمعسكرات، لما نطلب لرحلة، لما نطلب لسفرة، قدم عبر الرابط. نعم. أنت أردني، حقك الشرعي والوطني والقومي على نفسك وعلينا أنك تقدم. نعم. وحتى بدي يعني أوجه الأهالي أيضا أنه حثوا أبنائكم وبناتكم من عمر 12 إلى 30 سنة على الفيسبوك، على تويتر، على إنستغرام وعلى التيك توك. يعني عملناها برمضان عشان البطولة وكنت أتفاجأت أنا. نعم. ما كنت أعرف عن قصة التيك توك هاي جديدة. في أحد الفيديوهات اللي بالبطولة الخماسيات وصل قرب يوصل لنص مليون مشاهداته، فهذا يدل على أنه الشباب موجودين فيه. فإحنا طبعا التيك توك مرتبط بإيش؟ بوجود حدث الآن سيرتبط بالبطولة الجديدة. نعم. وأيضاً بالمعسكرات إن شاء الله. بدي أشكرك أخونا عمر العزام، اليوم تحدثنا عن الشباب ومعسكرات الحسين للعمل والبناء، كل احترام لأخونا عمر العزام مدير الإعلام والاتصال في وزارة الشباب، وأيضاً أنا أطلق عنها باسم وزارة الشباب، كل احترام لك. تحياتي وشكري لكم ولقناة A1 TV. شكراً. إذن مشاهدي الكرام كانت هذه أولى متابعاتنا لهذا المساء والحديث عن وزارة الشباب ومعسكرات الحسين للعمل والبناء في كافة محافظات المملكة. سنتابع أيضا بعد قليل، خليكم معنا بعد هذا الفاصل لاستكمال فقرات برنامج صوت الشعب. الآن صار بإمكانك تحجز تذكرتك وتتعرف على أبرز الأخبار والعروض المتعلقة بشركتنا ووجهاتنا اللي منقدم لك إياها وإنت قاعد في بيتك من خلال موقعنا الإلكتروني. ما عليك إلا أنه تفوت على www.jordanaviation.jo وتختار وجهتك وموعدك بكبسة زر. احجز من خلال موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 10% على تذكرتك القادمة. الأردنية للطيران، جواز سفرك للطيران.
العالم. تطبيق جيت الجديد الآن بين يديك. تطبيق جيت متوفر الآن على أب ستور وجوجل بلاي. بطاقتك صارت في موبايلك مع تطبيق كاب باي. ادفع الآن بسرعة وسهولة وأمان. حمل التطبيق الآن. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعين برنامج صوت الشعب. وأكيد دائما وأبدا نتحدث عن طلبة الثانوية العامة، وأكيد لازم نطمن على طلبة الثانوية العامة في امتحاناتهم. اليوم معي على الهاتف أخونا الدكتور أحمد جميل المساع في الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. مساء الله مساءك دكتور. مساء الورد أخي رعد. يا هلا دكتور. اليوم نتحدث عن طلبتنا، طلبة الثانوية العامة، وأيضا مبحث مادة الإنجليزي يوم أمس كان وما تبقى لهم، ونتحدث اليوم عن امتحان الإنجليزي مبارح. كان في بعض الملاحظات سيدي من خلالك، حابين نطمن على أبنان الطلب. سيد العزيز أخوي رعد الغالي، أسعد الله مساءك. الله يسعد مساءك جميع المتابعين لبرنامج صوت الشعب. وبداية خليني أشكر اهتمامكم اللي دائما يعني تتواصلوا معنا لإطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بالعملية التعليمية. نعم. سيدي أمس كان هو اليوم الامتحاني السابع. إحنا عندنا عدد الأيام الامتحانية 11 يوم. أمس كان اليوم السابع، بقي 4 أيام امتحانية. نعم. اللي هم الأربعاء والخميس والسبت والاثنين إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا يعني من خلال التغذية الراجعة التي نتحصل عليها من خلال غرفة العمليات في مركز الوزارة، وفي غرفة عمليات أيضا في إدارة الامتحانات والاختبارات، من خلال زيارات المسؤولين في الوزارة والمديريات إلى مراكز الامتحان، يعني الحمد لله الأمور طيبة وتسير على ما يرام، والأمر يعني يصير كما هو مخطط له. طبعا انت بتعرف اي يعني ملاحظات احنا نستقبلها في غرفة العمليات، وهي محل ترحيب وتقدير. اذا كانت هاي الملاحظة يعني يتم تصنيف على انها هام وعاجل، نعم، يتم اتخاذ اجراء فوري وحسب يعني شكل الملاحظات. لكن الحمد لله يعني لا يوجد ملاحظات يعني تؤثر على سير الامتحان، او انها لا سمح الله تحدث إرباك في المشهد الامتحاني. نعم دكتور، تحدث عن النتائج، وتم إعلان موعد النتائج طلبة الثانوية العامة. تحدث عن النتائج وأيضا النتائج الأولية لغاية هذه اللحظة. يعني عمليات التصحيح بدأت منذ يعني بداية الامتحانات. تعرف أنه التصحيح على نوعين، المواد اللي فيها أسئلة موضوعية كاملة هي تصحح في إدارة الامتحانات عن طريق المسح الضوئي. نعم. الأسئلة المقالية تصحح في مراكز امتحان، تجتمع لجان التصحيح، تتفق على الإجابة النموذجية، يتم تعليمها وتدارسها وبداية التصحيح يعني في المركز الامتحاني. يعني حسب ما أعلن قصد الدكتور نواف العجار مدير إدارة الامتحانات دكتور محمد كنانة، يعني إن شاء الله أنها لن تتجاوز 20 آب، يعني حول هذا التاريخ إن شاء الله. لا أعلم دكتور بصراحة، سريعا تحملني، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اليوم التربية تحرم طالبة ثانوية عامة وهي من المتفوقات بسبب رقم الجوز موجود على المقعد، يبدو أنه متآكل نوعا ما. اليوم التربية تحقق، وأيضا هناك إجراء لوزارة التربية والتعليم. سيدي يعني احنا مثل ما قلت لك كل الملاحظات ناخذها بعين الاعتبار، لكن مدراء القاعات عندهم التعليمات واضحة بحيث كيفية التعامل مع إجراءات الامتحان. لكن يعني مثلا انا يعني كما صرح مدير الامتحانات انه يعني نستبعد انه يكون مثلا حرمان طالب بسبب هاي الجزئية، لكن يعني يتم متابعة الملاحظة وان شاء الله اتخاذ الإجراء المناسب. أنا بدي أشكرك دكتور أحمد جميل المساء في الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. بنتي من خلالك يعني تحملني نص دقيقة. فضل. أنه نبتعد عن الشائعات اللي تطلق حول الأسئلة هنا وهناك. نعم. يعني هاي الشائعات تربك وتثير القلق،
يعني بحب انه نخلي اولياء امور الطلبه والطلبه انه الطلبه يركزوا بامتحاناتهم ويبتعدوا عن كل ما هو يتم تداوله هنا وهناك بشان مثلا طبيعه الامتحانات. احنا ابوابنا مفتوحه 24 ساعه وارجو منهم انهم يتواصلوا معنا لياخذوا المعلومه من مصدرها الصحيح. نعم، انا بدي اشكرك دكتور احمد جميل مسافه، وتحدثت عن الاشاعات، وايضا نحن نتحدث دائما عن الاشاعات وتحديدا الثانويه العامه، لانه ممكن اشاعه واحده ممكن تعمل ارباك في كافه مناطق المملكه ووزاره التربيه والتعليم. كل احترام لك سيدي وجود جبار. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، أيضا والحديث يطول عن وزارة التربية والتعليم وأيضا الثانوية العامة، ولكن نذهب وإياكم إلى آخر متابعاتنا لهذا المساء. نتحدث عن التنمية والتشغيل، وكلنا الأردن يبحثان سبل دعم الشباب في كافة محافظات المملكة، حيث بعث مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات مع مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن عبد الرحيم الزواهرة يوم أمس الاثنين سبل التعاون والتنسيق المشترك في مجال إقامة مشاريع صغيرة للشباب تمكنهم من الاعتماد على الذات وتشجيعهم على ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي. سنتحدث أكثر مع أخونا عبد الرحيم الزواهر مدير عام هيئة شباب كل الأردن. كل الاحترام. كل الاحترام. بداية مساء الخير أخ رعد، مساء الخير لكل متابعين هذا البرنامج المميز صوت الشعب، ويعني أنا بحييك وقناتك A1 TV على طرح قضايا ذات أهمية لها علاقة بالقضايا العامة وقضايا تتعلق بالشباب والتركيز على الشباب، وهذا ترجمة لرؤية جلالة سيدنا في الاهتمام بالشباب وأيضا طرح قضايا الشباب. دائما جلالة سيدنا بيوجهنا الجميع لضرورة الاهتمام بالدور الشباب وعطائهم الدور الحقيقي، وأيضا اليوم الجانب الاقتصادي هي أحد التحديات اللي بيواجهها الشباب الأردني. ويعني بدأنا اللقاء باتصال صالك مع التربية، نتمنى التوفيق لطلبة التوجيه وهم كلهم في عمر الشباب ويعني على مقتبل الدخول أيضا بهيئة شباب كل أردن بالعديد من المؤسسات اللي بتشتغل مع الشباب. يعني أنا قبل ما أجاوب على السؤال بس حاب هيك سريعا أحكي لك، هيئة شباب كل أردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من بداية الهيئة في عام 2006 واللي حققت فيها العديد من الإنجازات من خلال الشباب اللي مؤمنين برسالة الهيئة أو دور الهيئة اللي بنحييهم عبر هذا الأثير الشباب المتطوعين. اليوم نحكي عن 13 فرع لهيئة شباب كل أردن بكل المحافظات، كل محافظة في فرع لهيئة شباب كل أردن، وعمان عنا فرعين. اليوم وصلنا لرقم من الإنجاز ما يقارب 1,800,000 شاب وفتاة استفادوا من برامج وأنشطة الهيئة في كافة المجالات. واليوم نحكي عن خطة تدريب تنفيذية متخصصة، الشباب كانوا جزء من وضع هاي الخطة، وإحنا دائما بنهاية كل عام حتى نحط خطتنا للعام القادم نعمل جلسات العصف الذهني واللقاءات اللي تتم بالمحافظات نأخذ بأفكار الشباب اللي يطرحوها والشباب أنفسهم اللي بيحددوا أولوياتهم، وهذا من باب إنهم الشباب يكونوا شركاء في تنفيذ الخطة. اليوم غير الفروع الرئيسية في عنا فرق العمل الموجودة في الأقضية في الألوية في المخيمات، وفي عنا مكاتب التأهيل الوظيفي في الجامعات هي أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اللي هي حلقة وصل بالإضافة لعمادات شؤون الطلبة. فلذلك الشباب المتطوعين هم جزء رئيسي من تنفيذ وبرامج وأنشطة الهيئة. اليوم وصلنا للتخصصية في برامج تحاكي المعرفة الحديثة وتحاكي التسارع الرقمي وتحاكي الثورة الاقتصادية الرابعة، وأيضا بنعالج فيها التحديات اللي بتواجه الشباب الجوانب عديدة. جانب التمكين السياسي شغالين بالعديد من البرامج اللي لها علاقة في تمكين الشباب، وهذا محاكاة الرؤية الملكية في التحديث السياسي، وأيضا العمل التطوعي احنا شغالين وكنا فترة كورونا موجودين بكل فترة كورونا، بالإضافة للتوعية والتثقيف، بالإضافة للتمكين المعرفي، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات في كافة المجالات، ونقدم هذا التدريب بشكل مجاني. اليوم انتقلنا من التدريب التأسيسي للتدريب المتقدم. اليوم في عنا عدد من البرامج المتخصصة لها علاقة بالذات
الذكاء الاصطناعي التأسيسي والمتقدم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي وعدد من المؤسسات، وأنشأنا 6 حاضنات للريادة والابتكار. الشباب اللي عندهم أفكار مشاريع إحنا أنشأنا حاضنات حتى تكون أيضا مسرعات للأفكار اللي بيقدموها للشباب، بالإضافة إلى 13 محطة معرفة بنقدم فيها حقيبة تدريبية عبارة عن 40 دورة في مجال المعرفة والرقمنة، كلها العلاقة بالمعرفة الحديثة في مجال الأمن السيبراني، في مجال التشغيل، وفي مجال الحرف اليدوية. نعم. عودة إلى سؤالك، اليوم إحنا أفردنا محور رئيسي بخطة هيئة شباب كل أردن، هذا ترجمة للأوراق النقاشية الملكية اللي تحدث فيها عن التحديات الاقتصادية جلالة الملك، وأيضا دائما سمو ولي العهد يحث في هذا الجانب. هذا البرنامج هو محور متكامل ينقسم إلى برنامجين. البرنامج الأول شبابنا منتج، بندرب الشباب في مجال المشاريع ونغير فكرة الشباب من الوظيفة، لأنه القطاع العام اليوم مشبع باتجاه التشغيل، وهون احنا بنروح للقطاع الخاص، بالإضافة للبرنامج الآخر بعنوان الشراكة مع المؤسسات المولدة لفرص العمل. اليوم احنا ندرس شو احتياجات سوق العمل وبندرب الشباب بناء على هذا الجانب. وأنا حاب أحكي رقم أيضا، هذا الرقم يجوز مبارح الشباب وإحنا بنعد بتقرير النصف السنوي، عدد الشباب اللي شغلناهم خلال عام 22 نصف من الأول. واحد النصف الأول من 1/1 لغاية 31، هذا في القطاع الخاص ومع المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية، 2635 شاب وفتاة بكل المحافظات. رقم إحنا بالنسبة لنا في رضا، لكن نطمح أكثر إن شاء الله. راح يكون النصف الثاني من عام 2022 عنوان للتشغيل. طبعا في عام 21 ما يقارب 1900 شاب وفتاة شغلناهم، سواء تشغيل دائم أو مؤقت أو مؤقت أكيد. طبعا بعيدا عن القطاع العام لأنه هذا حق لكل الأردنيين، هذول الشباب اللي احنا بنشغلهم هذول قدمنا لهم كل المهارات الحياتية، وقدمنا لهم التدريب التأسيسي والمتقدم، أعطيناهم دورات في مجال الحرف اليدوي، أعطيناهم دورات تشغيلية في كافة المجالات. بالنسبة للقاء اللي تم مع صندوق التنمية والتشغيل، بتعرف صندوق التنمية والتشغيل هو ذراع حكومي في موضوع دعم المشاريع ورائدين في هذا المجال، وأنا بحييهم. يعني مبارح طرح مدير الصندوق مجموعة من الإنجازات اللي تحققت خلال الفترة السابقة، واللي إحنا بنطلع أنه يكون في تعاون خلال الفترة القادمة، وعمليا إحنا بدأنا، كان في لقاء بالبلقاء حتى نتحدث عن المزايا اللي بيقدمها الصندوق. إحنا التحدي اللي كان بالفترة الأخيرة ولليوم إحنا بنبحث عن حلول في هذا المجال، واللي كان أساس لهذا اللقاء بالإضافة للعديد من اللقاءات. هلأ الشباب بعد التدريب بيطلع عندهم أفكار ومشاريع قابلة للتطبيق، وهي هذا ما بعد التدريب، ما بعد التدريب اللي احنا بنقدمه كهيئة شباب كل الأردن أو بالتعاون مع الشركاء. اليوم التحدي اللي بيواجه فتح المشاريع للشباب هو التحدي المالي. اليوم احنا بنبحث عن منح، نبحث عن قروض ذات تسهيلات ومزايا تشجيعية للشباب، نبحث عن تدريب نوعي متخصص مع الشركاء. أنا دائما بتحدث عن تنوع مصادر التدريب، هذا شيء إيجابي أنك بتقدم العديد من المزايا التدريبية للشباب. الشاب الأردني اليوم مهيئ، والشاب الأردني اليوم طموح ومؤمن أنه في تحديات اقتصادية. إحنا اليوم نغرس في الشباب ضرورة أنه نحول هاي التحديات لفرص. أخراج الشباب اليوم إحنا بنعطيهم مثلا دورات في مجال التطبيقات الخلوية، دربنا مع جوجل ما يقارب 1900 في مجال المهارات الرقمية. اليوم إحنا متجهين للرقمنة، وهذا التسارع الرقمي والمعرفة السريعة، لابد أنك تأهل هذا الجيل الشاب. ومجتمعنا الأردني عمليا مجتمع شاب، يعني 70% هو في جيل الشباب، بالإضافة أنه القطاع العام اليوم زي ما حكينا مشبع، لابد من التوجه نحو المشاريع الصغيرة، المشاريع المتوسطة، حتى المشاريع الكبيرة. اليوم التوجه نحو الاستثمار. اليوم الشباب هذا التحدي اللي بيواجهوه، احنا كمؤسسات عاملة مع الشباب وايضا مع الشركاء، يعني كان في برنامج من خلال صندوق الملك عبد الله الثالث، وتعرف احنا الذراع الشبابي للصندوق مع جدكو لدعم 50 مشروع، هذا الان في مراحل التنفيذ، ويعني في نجاح بالمشروع. اليوم احنا بنطمح انه
يزيد هذا النجاح. وقبل فترة أيضا كان في لقاء مع مدير جيتكو حتى نطور هذا المشروع بالفترة القادمة. اليوم في عنا تعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات إن نبحث كيف بدنا نقدم تسهيلات للشباب، حتى مع وزارة الزراعة، حتى مع وزارة الأوقاف، الجهات الحكومية اللي بتقدم منح. إحنا قاعدين نحاول أن يكون في عنا إطار مؤسسي، توقيع اتفاقيات إلى علاقة في توفير مصادر تمويل أو منح للشباب حتى نكمل المشوار في موضوع المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة اللي بنفذوها للشباب. يعني أستاذ بصراحة شيء جميل، ولكن اليوم تحدثت وتفضلت أنت عن أحد المعيقات اللي هي المادية أو المالية تحديدا للشباب المبدع. اليوم أيضا نتحدث عن المعيقات والتحديات اللي بتواجه الشباب في الفترة الحالية تحديدا في هذا الوقت. نعم، هلا مهم جدا يكون عندنا إيمان بتحويل التحديات إلى فرص، وهذا إيمان رئيسي إحنا بالنسبة لنا كهيئة شباب كل الأردن، وهذا نبني قدرات الشباب في هذا المجال. اليوم التدريب اللي يقدم للشباب، يعني إذا بدنا نتحدث عن التحدي الاقتصادي اللي اليوم بتمر فيه، هذا تحدي خلينا نحكي إقليمي. نعم عالمي. نعم اليوم. نعم. العالم بمر بتحدي اقتصادي بيأثر على كل العالم وعلى كل شعوب العالم. إحنا جزء من المنظومة العالمية، تأثرنا في هذا الوضع الطارئ، بالإضافة أنه إحنا في إقليم ملتهب. اليوم لما نطلع على بعض البلدان اللي في المنطقة الشرق الأوسط، هناك عدم استقرار، هناك اليوم تحدي أخراعد، تحدي قاسي بالنسبة للشباب الأردني. اليوم وجود اللجوء، اليوم عندنا ما يقارب 4 مليون من أهلنا من البلدان العربية اللي بيبحثوا عن بلد الأمن والاستقرار اللي هي الأردن. هذول الشباب في منهم مهرة بنفس الشباب الأردني. اليوم الشاب اللي سواء الشاب اللي من سوريا أو من العراق أو من أي بلد عربي اللي موجود عنا بنافس الشاب الأردني في فرص القطاع الخاص، وعنا أعداد وإحصائيات أرقام يعني تدعو للبحث في أنه كيف إحنا نخلق فرص جديدة للشباب اللي بتستوعب شباب الأردني وتستوعب موجة اللجوء اللي ما زالت موجودة. وفي عمر اللجوء دائما يعني بيطول اللجوء عادة، فلذلك اليوم بدنا نبحث عن خطط، نبحث عن مسارات جديدة، نبحث عن مشاريع جديدة، نبحث عن استثمارات جديدة. موضوع الاستثمار موضوع مهم جدا اليوم نفكر فيه، لكن مهم جدا اليوم، وأنا بنظر أنه قطعنا مشوار كبير في هذا المجال، موضوع تغيير فكر الشباب من الوظيفة للمهنة، للمهنة، للمشاريع. نعم. يعني إحنا عنا إذا بدنا نحكي على المستوى الوطني، اليوم جامعة سمو ولي العهد التقنية رائدة في هذا المجال. اليوم في توجيه رسمي، وجلالة الملك أكد في عدة لقاءات وأيضا سمو ولي العهد بضرورة توجه نحو التعليم المهني والتقني وأنصاف المهن في الدول المتقدمة. هناك أنصاف المهن اللي اليوم احنا بحاجة لأنصاف المهن حتى نفتح آفاق جديدة للشباب. يعني هل تعتقد اليوم في أنصاف المهن في عنا موجود؟ أنا بنظر إنه إحنا بحاجة إن ننصف المهن. نعم، إحنا بحاجة لأنصاف المهن، بحاجة لمساعد مهندس، بحاجة لمساعد في مجالات مختلفة، بحاجة لمهني. اليوم إحنا في كثير من العمالة الوافدة اللي تشتغل في بعض المهن اللي أصبحت بسبب الخبرة الموجودة عنده والمهارات الموجودة بنافس الشاب الأردني. بالمناسبة أنا وعبر هذا الأثير أنا بدي حيي كل الشباب الأردني اللي اليوم طلع من ثقافة العيب، اليوم مش موجودة إلى حد ما، وأنا بعمل مع الشباب وبشوف إلى حد ما، لكن في تحدي يواجه الشباب إنه اليوم أنا بعطيه الحد الأدنى من الراتب اللي ممكن يحقق له مصاريفه اليومية. اليوم الشاب الأردني موجود في محطات الوقود، موجود في الإنشاءات، موجود في القطاع الزراعي، موجود في القطاع السياحي، بس ضروري جدا أنا أوفر له الحد الأدنى من المصاريف، لأنه الوافد يعني ممكن الحد الأقل بيكون مناسب لمصاريفه اليومية. نعم. لكن الشاب عنده التزامات، اليوم بده يطور مهاراته، بده يطور تعليمه، بده عنده التزامات بيت، عنده التزامات
الزواج، فلذلك إذا وفرنا له الحد المطلوب أنه يدير حياته اليومية ماليا، أنا بنظري ما عاد في ثقافة العيب. اليوم الشباب بيحملوا شهادة الماجستير ويحملوا شهادة الدكتوراه وبيشتغلوا في مهن وعندنا قصص نجاح. اليوم اللي بدنا نبني عليه، وأنا اللي بطمنك ومتفائل في المرحلة القادمة وكل تفاؤل في كل المراحل، أنه إن شاء الله إحنا مقبلين على انتعاش اقتصادي، مقبلين على انفراج اقتصادي. اليوم علاقة جلالة الملك في الإدارة الأمريكية في أوروبا، اليوم أيضا الانفراج في العلاقة مع العراق ومع سوريا مع عدد من البلدان، إحنا مقبلين في الأردن على انتعاش اقتصادي، هذا بيحقق مرحلة إيجابية بالنسبة للشباب، بالإضافة أنه الشاب الأردني اليوم مؤهل للتعامل مع المعرفة الحديثة أكيد. ومع التسارع الرقمي. أكيد أستاذ، سريعا أخونا عبد الرحيم، اليوم تحدث عن تعاونكم وتشاركية مع صندوق التنمية والتشغيل، اليوم هناك أسس لاختيار المشاريع الصغيرة للشباب، ما هي الأسس تحديدا؟ يمكن ريح الشباب اليوم يقول لك يا عمي ليش أنا مثل ما أكون أفتح مشروع، يصير في أمل عند الشاب الأردني اليوم، ما هي الأسس لاختيار بعض المشاريع؟ يعني بشكرك على ذكائك في طرح السؤال اللي بعيد حالة من التفاؤل للشباب في أنه إن شاء الله الفترة القادمة راح تكون أفضل من خلال العديد من البرامج تقدم من خلال عدد من المؤسسات، وإحنا دائما بنعول كبير على كثير على شركائنا كهيئة شباب كل الأردن. اليوم بالنسبة للتعاون اللي بدنا إن شاء الله خلال الفترة القادمة مع صندوق التشغيل التنمية والتشغيل ومع عدد من المؤسسات، تعرف كل مؤسسة إلها معاييرها وإلها أسسها وشروطها والجوانب المالية هي جوانب مهم جدا تتعامل معها ضمن إطار قانوني وإطار مالي لأهمية استدامة برضو المشاريع. اليوم كل مشروع تطلع له، إذا هذا المشروع لشخص ممكن يشغل 5. اليوم التعاون اللي راح يكون مع الصندوق هذا راح يكون من خلال المعايير اللي تقدم من خلال بقدمه صندوق التنمية والتشغيل. إحنا ببداية التعاون في هذا الإطار استضفنا مدير الصندوق في لقاء مع الشباب حتى يسمعوا منه مباشر، وحتى أيضا يقرأ شو الأفكار الموجودة عند الشباب. بدأنا البرنامج الأول راح يكون لقاء تعريفي بالبرامج اللي يقدمها والمزايا اللي بيقدمها الصندوق. فراح يكون في عنا لقاءات بالمحافظات، راح يكونوا الشباب الموجودين الشباب اللي عندهم اهتمام واللي عندهم أفكار مشاريع راح ندعيهم، وهذا يعني راح يكون دعوة للكل إنهم بيجوا بيسمعوا شو اللي بيقدموا الصندوق وإمكانية الاستفادة من البرامج. والمرحلة الأولى تعريفية، وإحنا راح نهيئ لهم كل الظروف، نستضيفهم في مقرات بتعرف احنا في كل المحافظات موجودين. المرحلة الثانية راح يكون مرحلة تدريب بالتعاون ما بينه وبين الصندوق التنمية والتشغيل في موضوع تدريب الشباب على المشاريع وعلى المزايا اللي تقدم من خلال الصندوق. فلذلك يعني هذا ان شاء الله شراكة راح تحقق اضافة بالنسبة للشباب المتطوعين في هيئة شباب كل الاردن والمستفيدين من هيئة شباب كل الاردن، لا بل لكل الشباب الاردني في المرحلة القادمة ان شاء الله. يعني ممكن يكون في مراعاة ظروف الشباب الاردني، يعني من هيئة شباب كل الاردن يكون لهم مراعاة في التعامل من صندوق التنمية والتشغيل كبداية. هل نتحدث كبداية؟ هلا شوف، احنا بنطلع لكل الشباب الأردني مستفيد من هيئة شباب كل الأردن، يعني اليوم مجال الاستفادة هو متاح للجميع. احنا بنطلع لأي فكرة مشروع ونلتقطها وندرسها يعني كمان وندرسها، نعم، ونشوف كيف ممكن نقدم. يعني احنا حتى دراسة الجدوى في عنا تعاون مع إرادة بنقدم دراسة الجدوى مجانية، في حالة تحتاج للشاب اللي عنده مشروع تدريب احنا ممكن نقدم له تدريب. الان عندنا مشروع ان شاء الله في مرحلة الاعداد في معهية تنشيط السياحة في موضوع يعني برنامج قادم خلال الفترة القادمة، لانه بتعرف عندنا مزايا استثمارية مع وزارة الزراعة في تعاون بهذا الاطار مع عدد من المؤسسات مع منظمات كير، عندنا تعاون تحديدا متوسع. نعم. في موضوع تدريب للشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتحديد مع كير في مجال الفتيات. احنا الفتيات برضو في عنا برامج متخصصة لتدريب وتأهيل الفتيات لسوق العمل وإعطائهم. عنا التعاون مع عدد من المؤسسات في موضوع التشغيل. اليوم احنا بنوفر مكان، يعني هل الشباب اللي حكيت 2635 اللي تم تشغيلهم خلال الفترة القادمة، احنا استقطبنا القطاع الخاص، عملنا لهم لقاءات عنا بفروع الهيئة. الشاب بس
يوصل لعنا بنعلن له شو المعايير المطلوبة للفرص الموجودة، نقدم له التدريب سواء من خلالنا أو من خلال الجهة المستقبلة للفرص. عنا انفتاح على كل مؤسسات القطاع الخاص في موضوع التشغيل. نعم أنا بدي أشكرك، وللحديث بقية تحدث أخونا عبد الرحيم الزواهرة مدير عام هيئة شباب كل الأردن، كل احترامي لك وشرفتنا وكل التوفيق لكم سيد. كل الشكر، شكرا ل يعني صوت الشعب هذا البرنامج الرائد، شكرا لك أخراج، شكرا لفريق العمل. إذن مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي متابعاتنا لهذا المساء وحلقتنا من برنامج صوت الشعب، ودائما نقدم ما يهم المواطن، ونتحدث اليوم عن دور الشباب كما تحدثنا مع أخونا عبد الرحيم الزواهرة مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن. بإذن الله يتجدد بكم اللقاء يوم غد بنفس الموعد، إلى ذلك الحين دمتم ودام الوطن.